مكملين بفقرات صباحنا غير لفقرة كتير مثل ما بنقول حلوة سلمى، هي المشاريع الصغيرة. أكيد فرح، دائما بنحكي عن المهن اليدوية والمشاريع الصغيرة والأمور التراثية اللي هي جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية ومن تراثنا. الأعمال اليدوية اللي كل ما عم بتزيد جمال صحيح. سلمى صحيح، ويمكن هذا الجزء رح يكون حاضر ضمن معرض بكفر سوسة، رح نتعرف على تفاصيله أكثر، شو بيتضمن، مين المشارك فيه، كل هاي المعلومات رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الأستاذة يمنى بكر وهي من نحلات سوري. أهلا وسهلا فيكي. أهلا فيكي، صباح الخير. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي مرة ثانية. بالبداية خلينا ناخذ فكرة عن المعرض، أدي لكم عم تحضروا له، شو بيتضمن؟ المعرض بنسخته الأولى أو بنسخته التجريبية لازال كان الهدف منه أنه نشجع صغار المشاريع الصغيرة اللي سهلة مبتدئة أو طالعة، المهن التراثية، المهن الحرفية، المهن اليدوية، لحتى يلاقوا فرصتهم للانطلاق فيما بعد ليكبروا مشاريعهم. فالاهتمام بالمجمل بالصناعات اليدوية تراثية ويدوية مثل مهنة الصابون، مهنة الشموع، مهنة الإيبوكسي، الريزين، مهنة التحف الخشبية، الحفر، كثير مهن يدوية حلوة وشاركت. وبإذن الله هاي النسخة الأولى وفيما بعد بدنا نكمل إن شاء الله. إن شاء الله. ست يمنى، فكرتوا شو ممكن يكون اسم المعرض تقريبا بهاي النسخة التجريبية؟ كم يوم ممكن يستمر؟ نحن سميناه ما صادف انه تقررنا نعمل المعرض كان موسم قطاف الورد الجوري بكافة انحاء سوريا. بما انه الورد الجوري عائد يعني بالتاريخ للشام، مو مقصود الشام دمشق، المقصود بالشام بلاد الشام، فاطلقنا عليه المعرض الوردة الشامية مبدئيا، بس فيما بعد استهوانا الاسم، فبعتقد انه رح نستمر على هذا الاسم بشكل دائم ويمكن ننتقل بين المحافظات، نعمله بمحافظات ثانية فيما بعد. فكرة موجودة يعني. ايه اكيد بنتمنى انه اذا نجحت مبدئيا، وبعتقد انه بتنجح لانه كان في كثير اقبال عليه، كونه انه مساعدة للحرفيين، يعني ما كان تجاري، ما اخذ طابع تجاري، يعني ما اخذ انه في اشتراك في رسوم نهائيا، كان كثير في تعاون من وزارة الثقافة ومديرة المركز الثقافي بمنطقة كفر سوسة، فكان ما كان في عبء على المشتركين للمشاركة فيه، وهذا اللي شجع كثير انه ينطلق ب يعني فينا نقول بقوة مبدئيا. خلينا نحكي عن المشاركين، كيف روجتوا اول شيء للمعرض، كيف كان اقبال المشاركين انه هن ينضموا لكم، خاصه انه احنا عم نحكي عن مرحله تجريبيه، وكيف يمكن المصنوعات اليدويه لقيتوها اللي حتنعرض قريبا؟ بالبدايه نحن كان بلشنا نتواصل مع اللي بنعرفهم بمجال المهن اليدويه، الصبايا اللي بيعملوا اكسسوار، اللي بيشتغلوا بالحفر، اللي بيشتغلوا بالتطريز، بالايتامين، بالشموع، فلقينا انه في تجاوب، وبلشنا نعمل اعلانات الكترونيه بسيطه كثير يعني على صفحاتنا الشخصيه. قدرنا نوصل لعدد حلو ومشاركين مميزين يعتبروا، حاولنا انه ما يكون في تكرار، يعني من كل مهنه اخذنا مشاركين، ما يكون في تكرار بشكل انه اذا الزائر فات ما يحس بالملل من التكرار. في مثل ما عم بقول لك في مهن في صناعات يدويه كثير حلوه، كثير حلوه، اذا اعطي لها الفرصه بتنطلق وبتصير مشاريع كبيره وحلوه، واخذت الطابع السوري، الطابع الشامي اللي هو مناطق بلاد الشام. الحفر على الخشب كثير كثير كان رائع، رسوم، الاكسسوارات، صناعه الصابون اليدويه، صناعه الشموع، الريزن، الايبوكسي، التطريز، الايتامين، يعني فينا نقول حرف كثير متعدده، حرف مهنيه كثير. حاولنا انه نجمع كثير، وكونه الاول بعتقد فيما بعد رح يشمل عدد اكبر او رح يشمل تنوع اكثر. طيب كم سيده؟ هو فقط للسيدات ولا لا؟ لا, لا, لا في من الرجال مشاركين بحرف تقريبا. خلينا نعرف العدد ومثل ما قلت لك المده والوقت مشان اللي بده يروح يشوف او يحضر. تمام. العدد حوالي 21 مشترك. حاولنا انه ننوع. بيبتدي المعرض ب 20 الشهر بكره، 20 حزيران بكره حفل الافتتاح برعايه وزيره الثقافه والاعلام ودعم اعلامي يعني تضامن معنا.
بيستمر لمدة 15 يوم. بعض المشاركين أخذوا يعني مو بالضرورة يضل 15 يوم المشترك، ممكن يأخذ الأسبوع الأول ويجي مشترك تاني يأخذ الأسبوع الثاني على نفس المكان نحجزه لمدة 15 يوم يوميا من الوحدة للسبعة مساء بما فيهم يوم الجمعة والسبت. فكرته يعني توقيته حلو انه امتحانات اولادنا بتخلص بكره، فبيلاقي الاهل المجال والشباب والصبايا انه يروحوا يتفرجوا ياخذوا افكار، يمكن افكار لابداع جديد. يعني في ناس بتيجي مو لتتسوق، لتاخذ فكره شو ممكن انها تعمل تنتج. في حال بهي الفترة أو الفترة الجاية بعض الحرفيين أو بعض الأشخاص حبوا ينضموا، في مجال للانضمام أو خلينا نقول بمرحلة قادمة ممكن تطلعوا على شغلهم وعلى الحرف يلي موجودة عندهم ويتم الانضمام فيما بعد؟ أكيد نحن بعتقد أنه إذا كان النجاح حليفنا وبعتقد رح يكون ناجح، إن شاء الله حيكون المعرض فصلي، يعني 4 مرات بالسنة، الصيف الشتاء الربيع الخريف. أكيد نحن منرحب بالجداد لنساعدهم لنقوي مهنتهم، يطرحوا شغلهم بالأسواق، تشوف العالم شغلهم، بدنا نجدد دايما، ما بده يكون في تكرار، والكل مرحب فيه ضمن إمكانياتنا لازلنا يعني بالبداية منتشارك الماضي. يعني نحن ما عم نتعامل مع المشتركين إنه إدارة ومشترك، نحن عم نتعامل كلنا كأسرة واحدة، بدنا ننجح هذا المعرض لحتى يستمر فيما بعد، وإذا قدرنا نوصل فيه لباقي المحافظات بيكون ممتاز الحكي إن شاء الله. إن شاء الله. كمان يعني معروف إنه نحلات سوريا عندهم طريقهم الخاص، عندهم منتجاتهم الخاصة اللي بيتم عرضها، ودورات تدريبية دائما بتقوم للسيدات. هل رح يشهد هذا المعرض مثلا احتضان بعض هاي المنتجات، أو ممكن يكون مكان لتبلشوا تتعرفوا على سيدات وتضمون لنحلات سوريا؟ مشكلتنا إنه نحلات سوريا هلأ نحن بفصل النشاطات الكثيرة، ففريق نحلات سوريا عامل معارض تانية كمان، فنحن موزعين حاليا. أنا بالمعرض المهنة اليدوية نحلات سوريا عاملين حاليا معارض لتربية ورعاية دودة القز والاستفادة من الحرير فيما بعد، عاملين دورات ومعارض عن إعادة تدوير الأقمشة، معارض كتير حلوة بتاخد يعني روعة. فكرتها قائمة عن أنه استعمال الأقمشة اللي إحنا ما عاد بحاجة إليها تحويلها للوحة فنية، لوحات روعة. فالنحلات تقريبا بكل المجالات أخذين عدة معارض. إيه طبعا معارض، طبعا إيه منتمنى الانضمام لنا، أي حدا مميز وعنده إبداع وشغف وحب للمهنة أكيد مرحب فيه. ست يمنى، اللي بتشوفي اليوم من الضروري انه نحن فعلا نحتضن الاعمال اليدويه اللي هي الى رونق خاص خلينا نقول وطابع خاص، وكثير من الاشخاص انه بيحبوها وبفضلوها عن ممكن نقول المنتجات الجاهزه او اللي بتنشغل عن طريق الات. فخبرينا اليوم كيف عم بتشوفي واقع الاعمال اليدويه من حيث ترويج لها ومن حيث السوق الموجوده فيه؟ كتير ضروري يكون في حدا يدعم الأعمال أو المهن اليدوية المبتدئة، لأنه في صعوبة بطرح المنتج بالسوق، بتعريف المستهلك أو المستفيد عليها. المستفيد نحن على الفترات السابقة تعود أنه ينزل على السوق يأخذ شيء تجاري، بلش يوعى هلأ. يعني أنا من 6 سنين لحد الآن صار العالم عنده ثقافة أنه اليدوي مختلف عن التجاري، اليدوي أفضل، اليدوي قيمته ماديا ومعنويا أكثر بكثير. حتى هو يعني لما بتقتنيه كتحفة انه انت جايبة شيء يدوي مشغول بالايد. لما بتشتغلي شيء بالايد بتكوني عم تحطي روحك فيه، تفكيرك، فرحك، ايام ممكن يكون اكتئابك، بس يعني ان شاء الله الله يبعدنا كلنا عن الموضوع. كتير ضروري دعم الحرفيين والاعمال اليدوية، لانه نحن عنا مبدعين كتير بس إنه بحاجة لدعم لحتى ينطلقوا لحتى يبلشوا. بما أنه في مبتدئين، بتشوف إنه نحن قادرين نجيب اختصاصيين بالأعمال اليدوية أو الشيوخ كار مثل ما منقول يدربوهم ويطوروا هي الهواية اللي ممكن تصير هي مهنة بالنسبة لأنه مصدر دخل؟
طبعا عندنا نحن عندنا شيوخكار وبكل المجالات اليدويه والحرفيه، بس لا زال صعب تفوت البيوت كل العالم للثقافه. بدنا كثير نشتغل وعم نحاول نشتغل على اقناع العالم، يعني وصلنا لمرحله جيده حاليا، بس لا زلنا بحاجه لكمان وقت لحتى نقنع العالم فيها، الناس فيها. هي ميزه من مميزات ثقافتنا وحضارتنا، لازم نحافظ عليها، لازم ندعمها، لازم نساعدها لتنطلق لتكبر. وبالإضافة لأنه في كتير حرفيين وشيوخ كار خارج سوريا بكافة أنحاء العالم متميزين ومبدعين، لأنه هن سوريين. يعني نحن عنا فن، نحن بنقدر نعمل شيء من لا شيء، نحن بنقدر من الصفر نبلش ننتقل لمشروع يكبر يصير عالمي. أكيد. مو صعب، مو سهل، بس مو صعب. أكيد ست يمنى، يعني مثل ما بنعرف أغلب هي المشاريع الصغيرة عم بتتم الترويج لها من خلال بازارات أو المعارض اللي عم تشارك فيها، سواء كان لوزارة الثقافة أو معارض خاصة للسيدات، وشوية يعني البعض منهم قدر يدخل مواقع التواصل الاجتماعي ويروج لنفسه ولو على قده مثل ما بيقولوا، على نطاق محدود. تماما. قديش اليوم نحن بحاجة للترويج بمثل هي المهن لحتى يقدر صاحبها يوصل لأنه يكون هي مو بس مهنة تراثية، أيضا مصدر رزق له، لأنه نحن جزء منا أنه السيدة تعتمد على نفسها أو صاحب الحرفة يعتمد على نفسه. تمام. الفكرة الأساسية اللي لازم نقتنع فيها، المعارض والبازارات هي ليست بيع تجاري. ما بشارك أنا بمعرض لحتى أكسب، للتعريف يمكن. تماما، أنا بدي أعرف العالم أنه أنا موجودة، أنا بشتغل. يعني هي مو عالميا الفكرة، مو فكرة بيع وتجارة، مو قديش طالعنا. ممكن أنا تشترك صبية أو شاب، ممكن خلال فترة المعرض كلها ما يبيع، خلال ثلاث أيام مو صعب، خصوصي يعني مو سهل خصوصي بالبداية. ففكرة المعارض والبازارات لازم تترسخ عنا فكرة انه هي مو تجارة، هي حضور. اطرح نفسي، عرف العالم علي، بدي يكون دؤوبة. اول مرة ما قدرت يعني اجذب، استقطب المرة اللي بعدها واللي بعدها. هي تكاليفها كبازارات تجارية هي اللي عم تخلي في احجام عنها. نحن بازارنا مو بس مو تجاري، احنا معرضنا مجاني تماما. فبعتقد انه بيلاقي رواج او بيلاقي صدى، ما عم يكلف المشاريع الصغيره تكلفه. يعني هن بس عم يصنعوا ويبدعوا ليجوا يطرحوا اسمائهم ووجودهم. إذا بدنا نحكي عن معارض وبازارات سابقة ممكن تكوني شاركتي فيها ست يمنى، خلينا نحكي يمكن عن التجربة اللي لحضرتك، شو تعلمتي منها لحتى نحن نقدر فعلا اليوم ننجح كثير من البازارات ومنهم يلي حيتم افتتاحه بكرة. الفكرة إنه بالبداية أول بازار أو أول معرض بيكون صعب كثير، بتوقفي بتحسي مانك عارفانه شو لازم تتصرفي، بده يكون عندك اريحيه بالتعامل، ما يكون متشنج، يكون ريلاكس يعني مثل ما عم نقول، يكون شاغل على القطعه، ما يفكر بالمردود، يفكر انه كيف بده يتلقى المستفيد او المتفرج او الزائر لهذا المعرض هاي القطعه. مو بالضروري يربح، بده يعمل علاقات اجتماعيه، يتعرف على، يطرح نفسه بالسوق. من خلال اقبال العالم هو بيعرف شو اللي لاقى رواج بشغله وشو اللي ما لاقى. المره اللي بعدها بيعدل، يعني في شيء لاقى رواج بيزيد منه. في فكره كثير اساسيه ما نقلد، يعني مو بالضرورة إذا في صبية أو شاب عم يعملوا صابون فكلنا نقلد، لا، لازم يكون في إلي بصمتي بالموضوع لحتى أتميز. يعني لازم تتميز، يعني ممكن يكون عندك طاولتين للشموع بس كل واحدة إلها بصمتها لتعطي إنه في تنويع، في تشكيل، مو كله مثل بعضه. يعني مو بالضرورة نحن كلنا قالب واحد بنصب كلنا مع بعض، لازم يكون في تنوع. أكيد. بالختام بدنا نشكرك ونشكر وجودك ونتمنى لكم التوفيق أكيد بكرة، وندعو كل الناس أنها تروح تتفرج تتعرف، وإذا بتقدر أنه هي تساهم وتشتري أي شيء ولو بسيط كنوع من التشجيع. شكراً كثير لكم، يعطيكم ألف عافية. ست يمنى تحية لك ولكل النساء وكل المشاركين بهذا المعرض والبازار، يتمنى لكم كل التوفيق. شكراً كثير لكم، يعطيكم ألف عافية.